فوز قاتل لنادي الزمالك على مصر المقاصة بفضل جرينتا الشباب. حسام اشرف لاعب نادي الزمالك الشاب بيقدر يمنح فريقه 3 نقط غاليين جدا جدا، وفوز ممكن نشوفه في الاحتفال اللي حصل في الثواني الاخيره. يعني اعتقد نوعيه المباريات دي هي اللي هترجعنا للروح والاسلوب اللي كنا عليه قبل كورونا. ده بفضل شباب نادي الزمالك قدروا يعني يقتنصوا هدف الفوز والانتصار من نادي مصر المقاصه في المباراه. اعتقد الكثيرين توقعوا ان هو المباراه هتنتهي بالتعادل، خصوصا نادي مصر المقاصه قدر فنيا طوال المباراه يقفل حاجات كتيره قوي على لعيبه نادي الزمالك. واحنا دايما بقول ان احنا بنحب مباريات الكابتن ايهاب جلال قدام الاهلي او الزمالك، ليه؟ عشان بيبقى فيها شغل كتير وامور مش متوقعه من الكابتن ايهاب جلال، وده بالفعل اللي عمله امبارح بدايه من طريقه اللعب. طيب كابتن ايهاب جلال في بدايه المباراه شفناه بيبدا لحد ما بطريقه اقرب ليه 3-1-4-1-1، وبدا يقفل خطوط دفاعه بشكل جيد جدا، وبدا يعتمد في الهجمات المرتده في بدايه المباراه على محمد ابراهيم. محمد ابراهيم صاحب المهاره الكبيره، وايدو موسيس صاحب القوه والسرعه، بمرور الوقت بدا يلعب على الاستحواذ. دي كانت من الحاجات الجميله جدا اللي قدمها امبارح الكابتن ايهاب جلال. خلونا في الاول بس نمشي مع بعض كده نشوف الكابتن ايهاب جلال ازاي اجبر نادي الزمالك انه يبعد تماما عن عمق الملعب، واجبره على انه يتطرف ويعتمد فقط بس على الكرات العرضيه الكروسات او الكرات الطوليه من الخلف للامام. الكابتن ايهاب جلال لما بدا بالثلاثي الدفاعي على عكس يعني لحد ما الطريقه المعتاده اللي نلعب بيها 4، خلى نادي الزمالك عارف تماما ان هنا بقى في كثافه عاديه، انه حط محمد التوني كليبرو متقدم قدام الثلاث مدافعين، وبالتالي عمل كثافه عاديه. قدام محمد التوني بقى في 4 لعيبه، 2 مالناش دعوه بيهم على الطرف، وفي 2 في قلب الملعب، يعني كده في 6 لعيبه الى حد ما بيتواجدوا بشكل مستمر او اغلب الوقت في عمق الملعب. الامر ده منع نادي الزمالك انه يدور الكوره او اللعيبه تحاول تلعب كرات بينيه او تلعب كوره على الارض، لان في عدد كبير جدا، وده كان صعب جدا جدا على نادي الزمالك انه يقدر يخترق من العمق ده. بسبب ايه؟ بسبب الاسلوب اللي عمله الكابتن ايهاب جلال. طيب لعيبه نادي الزمالك وكارتيرون، احنا طبعا عارفين كارتيرون، انا اتكلمت عليه كتير من ساعه حتى لما كان مدير فني وادي دجله. كارتيرون من محبي الكرات الطوليه، يحب يرسل الكرات الطوليه، بيحب يوصل للمرمى باقل عدد من التمريرات، وبالتالي كان لعيبه نادي الزمالك، لو بنتكلم لعيبه نادي الزمالك لما بتطلع لقدام على طول بتاخد لعيبه نادي المقاصه يرجعوا نص ملعبهم، فالطرفين لما بيطيروا في نادي الزمالك ويبدا الاثنين مساكين يتقدموا عشان تمرر الكوره في وسط الزحمه دي ويظهر لك لعيب غصب عن اي بلاي ميكر عندك او حتى رقم 8 في الجانب السياسي في نادي الزمالك، لازم ينزل في نص ملعبه عشان ياخد الكوره، مش هيقدر يستلم الكوره هنا اهو، صعب جدا جدا انه يستلم الكوره وقت ما لعيبه نادي المقاصه عاملين هذا العمق الدفاعي في قلب الملعب، مستحيل مستحيل. مهما كانت مهارتك في التحرك ومهما كانت مهارتك في التمرير، العدد كبير، وضيف عليه كمان لعيبه نادي المقاصه الى حد ما بيلعبوا ومفيش ضغط عليهم، يعني الناس مش مطلوب منها شيء، حتى لو اتغلب ماتش زي ده اقل حاجه هيقول لك انا لسه راجع من كورونا ولياقتي البدنيه مش كويسه وعندنا مشاكل مش مشاكل، فبالتالي كانوا بيلعبوا باريحيه كبيره جدا. فبالتالي ستايل نادي مصر المقاصه اكبر نادي الزمالك هو بيحاول يدور كوره غصب عنه لازم يروح. طيب وانسى انك رحت للطرف، طبعا مصر المقاصه بالطرف معاك، فغصب عنك كنت بتلعب الكرات العرضيه. وهنا خلوني اديكوا رقمين، هما دول رقمين لحد ما في وجهه نظري رقمين مزعجين شويه لنادي الزمالك. عدد الكرات الطوليه اللي لعبها امبارح نادي الزمالك في المباراه كانت 52 كره طوليه. طيب عدد الكرات العرضيه لعب 24 كره عرضيه، ودي ارقام كتيره قوي كبيره قوي تبين ان نادي الزمالك فشل في مساله الاختراق من عمق الملعب، وده امر بقول ليه خطر؟ خطر عشان ماتش الرجاء، الماتش المهم، ربما نادي الزمالك مش هيبقى عنده منافسه كبيره في الدوري بسبب فرق النقاط الكبير مع النادي الاهلي، ولكن الهدف المهم دلوقتي ماتش الرجاء، فنادي الرجاء هو بيتفرج على الشكل اللي احنا بنتكلم عليه ده هيفهم تمام، وطبعا هو كمان كارتيرون كمدير فني نادي الرجاء هيعرفوا ان اسهل حاجه انك تجبر فيها نادي الزمالك وتشل هجوميا انك تجبره على لعب الكرات
العرضيه كتير او الطوليه. وضيف على ده ان مصطفى محمد كمان في الوقت الحالي ربما عنده بعض المشاكل البدنيه اللي بتخليه مش قادر يوصل للكوره بنفس السرعه اللي كان بيوصل لها قبل جائحه كورونا. ده واضح جدا جدا في الثلاث ماتشات اللي اتفرجنا عليها. مصطفى محمد خطورته في الوقت الحالي للامانه هي بس الكرات العرضيه داخل منطقه الجزاء. قبل كده كنا بنشوف مصطفى محمد بينزل بره المنطقه وبيتحرك وبيفتح مساحات لزمايله وبيجري وبيفتح سبرنتات وادي مثلا على ده. نفتكر ماتش السوبر قدام النادي الاهلي في بدايه الموسم لما النادي الاهلي كان متقدم 3-0 ونزل مصطفى محمد كبديل وقلب المباراه تماما. طيب يبقى انا النهارده بتكلم في ايه؟ بتكلم نادي الزمالك لحد ما بدا يتقري في اسلوب الهجوم بتاعه. اكيد نادي الرجاء عنده السكاوتس بتوعه وعنده محللين الاداء اللي هيشوفوا ده وهيتابعوه، فلازم نادي الزمالك يحاول على قد ما انه يعرف ان ربما بعض الفرق ممكن تلعب معاك بالاسلوب ده، لازم يكون عندك حل بديل. الحل اللي تقدم قدام نادي الاهلي في السوبر الافريقي والحل اللي تقدم قدام نادي الترجي في السوبر الافريقي ربما ما ينفعش تاني. ليه؟ دي بطولات من مباراه واحده، انما احنا النهارده عندنا سيمي فاينل من ماتشين، فلازم تخلي بالك في الحته دي. وبرده نفتكر ان ماتش الترجي العوده في دوري الابطال في تونس كان فيه مشاكل فنيه كتير، يبقى لازم الزمالك يعرف اللي عمله امبارح كابتن ايهاب جلال هو درس حلو قوي، انك لازم تلاقي حلول ولازم لعبتك تبدا تمرر الكوره بسرعه وتتحرك بسرعه تعوده عشان يقدروا يخترقوا الدفاعات، عشان مش هينفع طول المباراه تلعب بنفس الاسلوب. وبالتالي اروح بقى للشوط الثاني، وكان برضو الهدف اللي جه الوحيد في المباراه جه من كره عرضيه على الجانب التاني. طبعا نادي مصر مقصه في الشوط الثاني كان طبعا الحمل البدني قل بكتير، ما قدروش يستحوذوا على الكوره زي النص ساعه اللي لعبوها في الشوط الاول من الدقيقه 15 الدقيقه 45. ايدي موسيس كان هو الوحيد بس اللي عنده كمحطه لعب ان هو ينزل نص الملعب ويستلم الكوره، ده اكيد امر سهل جدا على مدافعي نادي الزمالك. في كل الاحوال الف مبروك نادي الزمالك الثلاث نقط، ومبروك طبعا للناشئين المجهود اللي قدموه طبعا، خصوصا حسام اشرف محرز الهدف. وان شاء الله اشوفكم في حلقه ثانيه باذن الله في ماتش النادي الاهلي اللي جاي في الدوري وحلقه جديده من ترند يلا كوره. شكرا جزيلا كريم سعد.